أدوات، لا توجد أدوات، يعني ما قاله سيد يا سمير سيدي حلفاء أدوات سميهم يا عطاس، سيد، لا مش توجد هنختلف أدوات، يعني يا هؤلاء سيدي، مش حلفاء هنختلف، بس لإيران. هم أدوات يعني مهما قلت هم اسمح أدوات، لي، لا تقاطعني يعني أدوات غير رجاء. مستقلة. هذا واحد. إذا كانت هناك، اسمح لي خل أحكي، إذا كانت هناك أدوات، نعم أمريكا لديها أدوات. ما هي أدوات أمريكا؟ صنعتها إسرائيل، الدواعش وبعض الأنظمة العربية التي اليوم تتشمت بإيران وتحاول أن تحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتشكك في دعم العرب للقضية الفلسطينية، العرب سواء في اليمن أو في لبنان أو في العراق، يجيرون على أساس كأنه يدافعون عن مشروع إيراني. يعني هذا تحريف وهذا تضليل وهذا تماهي مع الرواية الإسرائيلية. هذا واحد. ثانيا، الموضوع النووي، أمريكا لا تسمح لإيران بامتلاك الطاقة النووية أو السلاح النووي. الأستاذ سمير كأنه إيران تذهب وراء تصنيع السلاح النووي. أساسا إيران لا تصنع ولا تتجه نحو السلاح النووي حتى تسمح لها أمريكا، ولا تسمح لها. هذا هدف ثالثا، استراتيجي إيراني هذا لا يمكن الصراع هو إخفاءه صراع سيد فلسطين مصدق. وإسرائيل. هدف استراتيجي إيراني وامتلاك القنبلة النووية، هذا لا يمكن إخفاءه. الهدف لا أخي، حاليا إيران، حاليا هو نعم الكثير يتحدثون إيران، إسرائيل أيضا تمتلك السلاح النووي، باكستان تمتلك ماذا فعل السلاح النووي؟ السلاح النووي ليس يعني مصدر قوة أساسا، إيران قوتها في قوة المنطق. اليوم يتهمون إيران هي غير مبالية. لا يا أخي، هذه المعركة وهذه القوة التي اليوم تتواجه مع إسرائيل هي كانت مدعومة من إيران، وإيران ساندتها، إيران دربتها، إيران مولتها بكل شيء، وهي واقفة اليوم توفر لها الغطاء. وإذا تريدون أن إيران تدخل في المعركة، أين هي مصر؟ أين بقية الدول العربية؟ لماذا تطلبون فقط من إيران تحارب إسرائيل؟ لماذا لا تحارب إسرائيل وأنتم قاعدين؟ لا أحد يريد، لا أحد يريد، وتشككون حتى لا أحد يريد أخي توسيع نطاق الحرب. إذا من يريد؟ من يريد؟ إذا كنت من لا يريد حرب تريد مفتوحة في المنطقة؟ كل المنطقة ستشتعل. قبل شوي الدكتور أحمد تحدث عن مجموعة حاملات الطائرات اللي موجودة والقوى العالمية اللي موجودة في البحر. إذا لا أحد يريد ساعة الحرب. صحيح، أنا أتفق معك. نعم أنا أتفق معك، ولكن هو يقول إيران لماذا لا تحارب؟ يعني هو يريد أن تتوسع في المعركة. السؤال عفوا دكتور سمير، عفوا، لا تحارب حاليا دكتور سمير، عفوا. السؤال المنطقي انه حرب غزة طويلة يا سيد مصدق، حرب غزة طويلة، وإسرائيل تحاول جر الولايات المتحدة خلفها لضرب إيران. الى متى ستصمد إيران؟ ستصبر إيران؟ ما أريد استخدم المصطلح اللي استخدمه الدكتور سمير. نعم، إيران تعرف أن هناك تداعيات سياسية، وإسرائيل تنهار اقتصاديا، أمنيا، اجتماعيا، والولايات المتحدة الأمريكية تواجه مشاكل جمة في هذه المنطقة، وبالتالي إيران ترى أن كل شيء سوف يتحقق كما هي تريد، وبالتالي لا داعي لتوسيع الحرب أساسا. إذا